عندنا موضوع نقاشنا الرئيسي هو ومحورنا هو يتكلم عن كيف تنمي موهبتك لكي تكون مثمرة في المستقبل. اكيد احنا كل شخص من عندنا عنده موهبه معينه داخله، هاي الموهبه تنمو ويا ما هو ينمو، يعني تكبر ويا الزمن. دائما الاشخاص اللي تبدي عندهم مواهب هي تبدي من عمر الطفوله. اكو اشخاص نشوف انه اطفال عندهم مواهب معينه، لكن احنا شلون ننمي هاي المواهب؟ اكيد ننميها بالتشجيع، بالتطوير لها هاي الموهبه. اكو مثلا مواهب تكون كامنه لدى الشخص، يعني مثلا الشخص عنده موهبه لكن هو مثلا يعني ما يعرف باي طريقه شلون يطلعها، او ما يعرف باي طريقه شلون يوصل هاي الموهبه مالته، لكن لازم اكو دعم من جهات معينه او من اشخاص معينين حتى يقدر هذا الشخص انه يطلع هاي الموهبه مالته. أكيد يا نور، وبداية إنه الموهبة تنشأ مع نشأة الطفل من ولادته لحد عمر الـ5 سنين، تكون الولادة هي أساس وبداية الموهبة، لأن هي تكون 90% من قدرة الطفل على اكتشاف المواهب بصورة أسهل من يكون الإنسان ناضج وعمره أكبر، بحيث إنه لازم تكون الأسرة هي البيئة الأساسية لدعم الطفل ونشأته ونشأة موهبته. كثير من الأطفال نشوفهم يرسمون، نشوفهم يغنون، نشوفهم يعني كثير من المواهب نشوفها بالأطفال. للأسف بعض الأهل ما يدعمون هاي المواهب وتقول له ادرس، يعني خلاص إنه أنت لازم تركز بدراستك وتركز نعم، بمستقبلك يعني وتبتعد شوي عن المواهب بالضبط. اللي أنت اللي بداخلك. لكن هي مع الأسف إنه هي الموهبة هي الأساس ببناء الإنسان هو نفسه حد ذاته باختيار مستقبله، لأن يعني هي هاي أشوف يعني هي هاي نعمة من رب العالمين إنه يخلي بيك فعلا هاي الموهبة. اكيد عبد الله، الموهبه دائما تكون بداخل الانسان اللي هي يحددها ميوله. اكو كل من عندنا عنده موهبه بداخله وعنده ميول بداخله، ممكن انه هذا الهدف، هذا الميول او الشيء اللي بداخله اللي يريد يحققه هو اللي يوصله الى هدف معين. كلنا عندنا مواهب وكلنا عندنا اهداف نريد نوصل لها، لكن هذه ما تجي من فراغ، تجي من تشجيع، تجي من ممارسه لهذه الموهبه. وعلى فكره لازم يكون الشخص جدا مقتنع بهاي الموهبه اللي هو بيها. دائما احنا ما نشوف انه اكو اشخاص يدرسون او يتعلمون او يدخلون في مجال معين بالحياه لكن بعيد عن موهبتهم، فما تشوفه ناجح 100%، مثل ما انه بموهبته هو مثل ما يطورها، تشوفه دائما عن قناعه بكل شيء يريد يسويه. مو بس شانور، لازم انه انسان يقول لك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، يعني بالضبط. اذا انت انه انت تشتغل شيء ما تحبه وشيء انت ما رايده ما راح تبدع بيه، بس انه انت تحب هذا الشيء راح تبدع بيه. هي هاي يعني نظريه غير قابله للنقاش. اذا يا نور، خلونا نذهب يا مشاهدينا الكرام الى استطلاع دولنا زملائنا، ومن بعد اكيد نرجع وياكم. ابقوا يعني اكتشف الموهبة اللي بداخلك؟ والله صراحة اللي حد الآن لا، لأن على الدراسة فاضل يعني أكثر شيء. أي نعم، بس أكو دراسة بتقول بأن كل إنسان أكو بداخله موهبة، لازم هذه الموهبة يستثمرها بطريقة صحيحة. طبعا هذا شيء أكيد، يعني أكو بعضهم من خلال يعني دراستهم مفضي وقت للدراسة، يعني ودي يوصل الشيء اللي يقدر يوصل له. مثلا أنا يعني أكو دراسة أريد أوصل لها اللي هي هندسة معمار، فهذا يعني جوز اقدر شيء انه ابدع من خلاله. بس اكو انسان يعني موهبه فطريه، يعني هو من هو صغير هو مبدع بيها. قصدك بانه انت لانه ما اكتشفت هذه الموهبه الفطريه فلذلك تريد تبدع في مجال دراستك وتعتبرها موهبتك؟ نعم، يعني من خلال انه اذا حصلت ان شاء الله عليها وان شاء الله يعني اقدر ابدع بيها، لان هو هذا يعني انسان يريد يوصل الى هذا المستوى، كل ما الانسان حاول وحاول بجد بجد ان شاء الله يحقق اللي هو يقدر عليه. اي نعم، كرة قدم. شلون اكتشفت هذه الموهبة؟ والله يعني تمرنت وهاي فقوت يعني عندي، ويعني قوي كلش يعني بهذا الشيء وتعلقت فيها. اي ما جربت بانه تكون هذه الموهبة وتعتبرها هي مستقبلك، بانه تكون لاعب كرة قدم بالمستقبل؟ اكيد. اي نعم. شلون بديت تسوي هذه الخطوات؟ والله اول شيء يعني قمت اتمرن. اي، وبعدين شويه شويه وهسه الحمد لله فرق يعني شعبيه. اي شلون بديت اكتشفت بانه انت تحب كره القدم؟ شلون بديت تحس بهذا الشيء؟ انا من كنت جاهل العب بالساحه وبالابتدائيه، يعني صار صغير انا اتمرن طوبه وتعلقت بيها فتره سمنت ورجعت ضعفت على مودي والحمد لله هسه. اي
ذكرتك بالبداية بأنه كل شخص بداخله أكو موهبة. صح. أكو أشخاص هواي ما مكتشفين الموهبة اللي بداخلهم. شو توجه لهم رأس؟ شو تحب تقول لهم؟ أقول لهم يعني عند أي واحد عنده موهبة خلي يطلعها أحسن له. ويعني كل شيء أكو شيء متعلق بشيء، وشيء هذا إذا أنت متعلق به وتحبه طلع للعالم خلي يشوفه. أي أي تفيده هو. صح. اي طبعا انا شفتها اللي يعني شفتها اكثر الناس يعني تمثيل عندي. اي شلون عرفت هذا الشيء؟ من انا بالابتدائيه شفت يعني مثلا بوع فيلم اجنبي او فيلم عربي قبل اتقمص الشخصيه مال الممثل مال الشخصيه مال الممثل فابدا قبل اقلده، فاهلي شافوا هذا الشيء وقاموا يعني قمت اتدرب عليها ويعني مش الموضوع عندي. شلون برايك شلون تنمي هذه الموهبه؟ هي امشي يعني خصص لها وقت اتدرب عليها اكثر يعني اهتم بيها قد ما ابي. بعد ما حسيت نفسك بانه انت تجيد التمثيل بصوره صحيحه، شنو الخطوه اللي بعدها تقدر تستفاد منها مستقبلا؟ هو يعني هي لازم يعني تجيني فرصه انه واحد يعني مثلا يكتشفني اروح مثلا فنون جميله اذا اقدر. اي طبعا. شنو موهبتك؟ الرسم. اي دورات يعني ما عندي شيء قاعد بالبيت ألزم ورقة وقلم ورس. شلون رسمك؟ يعني متوسط. اي بس من انا صغير مو هسه يعني. يعني من الفترة عندك هذا؟ اي صح اي صح يعني من الفترة، بس يعني انا عملي مو هذا الشيء. عملي مثلا اني ابيع واشتري بالسيارات، هوايتي السيارات، كل اسبوع ابدل سيارة. طيب. اكو دراسات تقول بانه الانسان لازم ينمي هذه الموهبة اللي موجودة في داخله، على مود يقدر يستفاد منها في يوم من الايام. كان يكون اذا رسام يحاول ينمي هذه موهبة الرسم لأن بيوم من الأيام يجوز يشتغل رسام. شنو رأيك بهذا الشيء وشون ممكن تنمي موهبتك؟ والله هذا الشيء يعني واحد يكون يعني مثلاً عنده وقت فراغ لهذا الشيء، ثاني شيء يكون باله صافي حتى يقدر يعني يطور من نفسه، بس إذا مشاكل عنده هو مثلاً ملتي بالعمل مالته فما راح يقدر يعطي وقت الكافي لهذا المجال مال الرسم. بس إيه. لسه وقفت قدامك وقلت لك رسمني راح تقدر بما أنه أنت رسام؟ لا ما أقدر. إيه نعم. هوايه كرة القدم ومبدع بيها، بس ملعب شعب لعبت فيه وما طون احتقاق بعد كرهت كرة القدم. انت اكتشفت بانه انت تحب كرة القدم وتعرف تلعب كرة القدم. اي نعم. ذكرت لي قضية ملعب الشعب بس ما اعطونا فرصة ما اعطونا فرصة. الانسان حتى لو ما حصل فرصة في وقت من الاوقات لابد ان يحاول يبحث عن هذه الفرصة على مود يحقق موهبته. أنا نعم لحد الآن مستمر بس ألعب نوادي شعبية. إي يعني هسه ماكو يعني خرب واس. لأنه ما انطاك فرصة؟ لا ما انطاني فرصة. بس لازم ما تقطع الأمل صح لو لا؟ صحيح ما قاطع الأمل. مستمر جاي ألعب كأنه ماكو شيء. وين تريد توصل بهذه الموهبة؟ هسه انا يعني بالعراق موجود يعني ماكو يعني في الطريق يعني ما اقدر اوصل، بس هوايتي يعني تبقى لي بس يعني ماكو يعني قدمت انا قلت لك قدمت ما اعطوني فرصه. انت لعبك صح وما انطق فرصه؟ هم اصلا ما اختبرون. انت ذكرت بانه هنا هسه بالعراق ما راح اكتشف هذه الموهبه وما راح انميها، ليش؟ والله ما ادري، بس هسه اني يعني بعد عفتها ان شاء الله جاي ادرس بغير الدوله ادرس صيدله. رسم والف قصص. تألفين قصص؟ طيب شلون تقدرين تألفين قصص؟ عادي يعني انا اطلعها من بالي وعادي الفها اكتبها. اي اللي يقرا القصص ما تدري شو يقولون عليه قصص حلوه؟ اي كم عمرك؟ 9. من تكبرين هم ناوية بأنه هذه المواهب تطوريها تكونين كاتبة قصص؟ اي اكتب قصص. اي كم قصة كتبتي لحد الآن؟ يمكن هيك 10. هاي كلهن؟ اي بس اقول ايش تحكي لي قصة تحكي لي؟ اي بس نسيتها يعني. بس كاتبتهن مدونتهن كلهن. تفضلين الرسم لو كتابة القصص؟ كتابة القصص أكثر. بالدراسة هم يشجعوش على يعني المعلمات لما يسمعون بأنه أنت كاتبة قصص أو هيك شيء هم يشجعوش؟ يقولوا لي استمري.
ورجعنا لكم بعد هذا الاستطلاع، ونشكر زميلنا حسين الصالحي على هذا الاستطلاع. اكيد على اراء الناس نريد نعرف انه شنو مواهبهم وشنو شلون يطلعون هذه المواهب. مثل ما ذكرنا انه دائما تبدي الموهبه عند الاطفال من عمر الولاده الى عمر 5 سنوات، ومن 5 سنوات الى 8 سنوات بنسب محدده او بدرجات معينه، لكن تبدي الموهبه تنمي عند الشخص من الطفوله. فاحنا دائما نلاحظ اطفالنا انه يا اما عنده موهبه رسم، يا اما عنده موهبه موسيقى، يا اما موهبه غناء. فاحنا لازم يعني اطفالنا نشجعهم على هاي المواهب، مو لازم انه نقول له اتركها، لا هاي ما ممكن تفيدك، او ما ممكن في يوم من الايام انه انت لا انا اريدك طبيب، انا اريدك. فاحنا لازم نشوف ميوله هذا الشخص، احنا مو نجي نفرض عليه مثلا فشي معين. أكيد. ليش؟ لانه ممكن انه اوكي هو الطبيه فشي حلو فشي مميز، لكن ما ممكن يجوز ينجح بيه اذا ما هو حابه. لكن اذا عنده فد موهبه معينه وهو حابه اكيد راح ينجح بيها ويصير يعني يطور نفسه بهذه الموهبه. اكيد يا نور، مو بس الدور يختصر على العائلة، لكن أيضا الدور يختصر على المدارس، المؤسسات اللي ترعي الطفل، وهي متكفلة بكل هاي الأمور. يعني مثل دار ثقافة الأطفال، كثير أنا دا أشوف إن المدارس دا أشيد بمدرسة الموسيقى والبالية اللي دا تدعم مواهب الأطفال. يعني مو بس المدرسة تختصر على الموسيقى أو البالية، يعني تشوفين عند واحد يغني، واحد يرقص، واحد يعزف. يعني هذا الشيء دا أشوفه شيء مميز بالمدارس. نتمنى تكون كل المدارس، مو بشرط انه الموسيقى او الباليه، لكن تكون دعمه بالرسم، دعمه بالتمثيل. المدارس هي ايضا البيئه الاساسيه بتكوين الطفل بعيدا عن اهله وبعيدا عن البيت اللي يحتوي. طبعا هي ليش احنا نقول هاي المؤسسات او هذه الاماكن؟ لان دائما الاطفال يعني يكونون مع اصدقائهم ومع زملائهم في هذه الاماكن اللي تعليميه، اللي هي المؤسسات او المدارس اللي خاصه مثلا بالرسم او الباليه او الموسيقى وما غيرها من هاي الامور اللي تنمي المواهب لدى الاطفال. فدائما الطفل اذا لقى انه هذا المكان يشجع على الموهبه او على الشيء اللي هو حابه، فاكيد هذا الطفل راح يبدي يحب هذا المكان ويبدي يشجع. لكن احنا نبديها من الاساس، من العائله ومن الاهل. لازم اي موهبه لدى اي طفل، انت مو تقول لهاي الموهبه تكمن هاي الموهبه عنده، لا، وانما انت تشجعه انه يطلع هاي الموهبه، تشجعه انه تكون هذه الموهبه مالته مثمره، حتى اذا كانت في شيء ثانوي بعد الشيء الاساسي اللي انتم مثلا تحبوه مثلا كدراسه او كي. كمستقبل مثلا بشكل. وللاسف يا نور انه نشوف هسه بالمدارس نشوف ماكو درس فنيه، يعني حتى اذا كان موجود يعني حتى اذا كان موجود قليل قليل، مو بس قليل، بعض المدارس مو بعض المدارس خلص فنيه او رياضه تاخذ من الشعبه او من الصف وطلع بالساحه ينظف او يلعب، يعني هملت هذا الدرس او ماده اخرى تجي تاخذ هذا الدرس. طبعا هذا الدرس جدا مهم بتكوين الطفل ودعم موهبته، بس للاسف بعض المدارس انه تسحبه عن ميوله وطموحه، خلص انه لازم دراسه واهم شيء الدراسه. اكيد اهم شيء الدراسه وهي الاساس، لكن الموهبه اذا ما تنسقل ويا الدراسه ما راح يطلع فد شيء بابداع. تفهمين شلون؟ بالضبط. مو بس ايضا نقتصر على موضوع الطفل، ايضا الموهبة تشمل بها جوانب كثيرة. أيضا إذا نبتعد عن موضوع الأطفال، الإنسان يكبر وينضج أكثر يكتشف ميوله. الميول الإنسان هي اللي تحدد بمرحلة عمرية محددة اتجاهها أو ميوله أو حلمه أو موهبته اللي بداخله. يعني مو شرط الموهبة تكون غناء أو رسم أو فن بحد ذاته، حسب ميول الشخص للشيء اللي يريده. بالضبط. ممكن أن تكون حرفة، ممكن تكون حرفة، ممكن تكون طبخ، ممكن تكون نجارة، ممكن تكون حدادة، يعني ممكن فخار. يعني دا أشوف أنا أيضا عندك موهبة في داخلك. طبعا بالنسبة للشيء اللي أحبه، أنا أحب المطبخ، يعني احب اطبخ وهاي، يعني عندك بس للاسف اي للاسف شكو طبخه اسويها تحترق اي، بس انا يعني اذا ابوجه في المطبخ. يعني انت اذا حاب هذه الموهبه يعني ليش ما تكون باتقان اكثر لها هاي الموهبه؟ هي يعني هي مجموعه مواهب داخلي عندي. تفهمين شلون؟ يعني انا احب انه ادخل المطبخ يعني واطبخ. يعني انت ما مسلط الضوء او فد شيء معين مركز عليه؟ وقت ماكو، وقت ماكو. تعرفين انت يعني انا اكيد موهبتي وحلمي هي الميديا والاعلام، دخلت لها وما اريد اطلع منها، ما اريد يعني اتفرع. ايضا احب اني اخار كلش احبه، يعني حلو. ايضا انا تعرفين انه انا طالب باحث فنون جميله، وايضا مرات اطلع من المحاضره انزل لي قسم التشكيلي عندهم مشغل
بيطين وبهاي التفتار وهاي تعرفين شلون اذا شافتها اي اقعد اشكل انا ما عندي يعني شيء اقعد ساعه ساعتين نعم. اكو فرداناتي واقعد اشتغل يعني اكيد أيه. يا عبد الله يعني هاي الامور وهاي المواهب يعني قلنا كثير من الكلام بيها لكن مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع من بعد الفاصل نكمل حديثنا خليكم ويانا.